في الحقيقة في هذه الأجواء وفي هذه المدة ديال هذا الشهر اللي دوزناه وهذه الفرحة وهذه المتعة اللي تمتعنا احنا كلنا كمغاربة ومتعنا معانا العالم العربي وإفريقيا وكاين كل بزاف ديال الدول أصدقاء اللي كيحبونا واللي كيبغيو الخير فهمتي اللي كيبغيو الخير فهذه يعني فرحة مع مرانا شخصيا غادي تنسى لي وأنا سعيد أنني عشت لهذه اللحظة هذه وعشت باش شفت هذا المنتخب الجميل لأنه في الحقيقة كان قدم دروس كثيرة دروس على المستوى ماشي على الرياضة دروس في الأخلاق في التربية في المحبة ديال الوالدين في الاحترام للوالدين في أشياء اللي هي من الدين ديالنا وشافوها كل شيء لا عرب ولا غير العرب شافوها بأنها تطبق شافوها من موسى قدامهم شافوا العلاقة ديال الأبناء مع الوالدين ديالهم شافوا بأنهم كيجيبوا واحد الطاقة وواحد القوة منين كيجيبوها راه كيجيبوها من الوالدين ديالهم كيجيبوها من عائلاتهم تيجيبوها من بعضياتهم اللي كتكون ديك المحبة وتتكون ديك الأخوة وتيكون أنه عندك واحد عندك هدف علاش وعندك قضية علاش عندك شي حاجة علاش ماشي غير كتجري غير هكاك ولكن لما كيكون عندك علاش كتجري فهنا كتكون القوة كثيرة وكيكون التلاحم وكيكون التآزر وكيكون التعاون وتتكون محبة دايرة وهذا الشيء اللي شفنا أنه لعب عليه السي وليد الركراكي لعب عليه ما بين اللعابة بحيث أننا كنشوفوا ما كيبقاش كيبان لك مدرب اللعابة أننا كنشوفهم كلهم مدربين كلهم لعابة كلهم عندهم واحد الهدف باغيين يوصلوا كاين بزاف ديال الحوايج اللي دارها وليد معاهم كيف هضرت مع العلاقات بيناتهم مع والديهم مع بيناتهم لكن كثار اللي بالنسبه لي هو كيفاش كيتعامل هو معاهم هو كيفاش نزل عليهم نزل معاهم هو كيفاش بين لهم بان انا ماشي المدرب انا الشاف ديالكم هذه القضيه ديال انا الشاف ولا انا المدير ولا انا الوزير ولا انا مسؤول كذا كبير اللي غادي انا لا انا معاك هذا الشيء اللي كنديروا بغينا نديروه بجوج انا وانت نتعاونوا عليه بجوج باش نمشيو بجوج والمغربي لما كتعامل معاه بهذا المنطق هذا صافي ما كتخليش ليه كيولي دير به انت تقدر دير به اللي بغيتي وكنشوفوا اللعابه ملي كيتغيروا يعني كيتغيروا هما فرحانين هما انه وصل لهم الاب ديالهم اللي باغي لهم الخير هما حسوا بانه هو باغي لهم الخير هما تاقوا فيه وهو تاق فيهم هذه الثقه اللي كتكون متبادله هي اللي كتعطي هذه النتيجه هذه وليد الركراكي صفى لهم القلوب مع بعضياتهم هذا اللي كان اللي ما كانش من قبل واللي ولا دابا الان واش كنا تلاحظوا الا عند لما كيكون عندك العقل المدبر العقل اللي مشي اللي هو كيسير واللي كنقولوا المايسترو كيكون نقي كيكون زوين الداخل ديالو كيكون طيب كيكون ما فيهش الحقد ما فيهش الخبث بالعكس هو ملي كي ماركي شي لاعب ولا شي لاعب تيدير شي لعبه كتلقاه هو يتمتع بها اكثر من اللي دارها فاللي خصنا هو الرئيس خصو يتمتع بداكشي اللي كيدير الناس اللي كيشتغلوا معاه تمتع بهم فملي غتمتع بهم غادي يعطيوك الشيء الكثير في جميع الميادين لو اننا نمشيو في هذه المدرسه الوالديه الركراكيه الركراكيه في هذه المدرسه الا تبعناها غادي نصبحوا يعني دوله من الدول الكبيره بزاف في جميع الميادين وغنمشيو مزيان علاش لانه اللي خص يكون عندنا هو الوطن ديالنا هو بلادنا هذا المغرب هذه الرقعه اللي جات في شمال افريقيا واللي عندها جوج ديال البحور اللي بنادم مثلا تيقول لك جوج البحور ولكن مثلا ناكل الحوت غالي ولا هنا هكذا علاش ما ياكلوش الخير شنو المشكل فين كاين المشكل علاش ما اننا نشوفوا المسؤولين براسهم في البلاد يشوفوا بانه هذا المواطن كيعطي دمه ويعطي كيعرق كيعطي كل شيء والجميل هو انه الشعب عندنا شعب ظريف شعب محبوب شعب حبيب جميل فيه الجمال كتخرج منه الجمال في واحد الوقت وقتاش كيخرج شي حاجه اللي هي الوقت ملي كيتضغط عليه ولا الوقت اللي ما تيقلب جيبه ما تيلقى فيه الوقت ملي تيقلب جيبه يعني راه من حقه اللي عنده ولادو ما بغاهم ياكلوا مزيان بغاهم كذا فنتمنى اننا نمشيو في هذا الطريق ونتمنى اننا نستافدوا ونستثمروا هذه الفتره هذه اللي عشناها نستثمروها في جميع الميادين نشوفوها ونمشيو عليها وان شاء الله المغرب ديالنا غيزيد دائما القدام ومن هنا الكاس العالم الجاي الا مشينا بقينا غادي نهكو دربنا الدراري وخدمنا غادي نجيبوا كاس العالم ويعيش المغرب وانا سعيد وفرحان لانني مغربي.